انتشر على الانترنت والفيسبوك والناس بوك وفي كل حتة أسماء البرامج الجديدة بعد البرلمان القادم إن شاء الله. وأنا بشوف إن ده خفة شعب الشعب المصري، خفة دمه يعني جميلة جدا. وطبعا ليس في أي نوع من محاولة السخرية أو أي شيء من الحجاب، بالعكس إحنا طبعا بنحترم الدين الإسلامي وفرائده، ولكن خف الدم الشعب المصري إنه قرر إنه يتنبأ بالتحول الذي يمكن أن يحدث إذا تم تغيير أو فرضت بعض القواعد الجديدة في المجتمع المصري. فزي ما أنتوا شايفين كده، خشيلي بقى على برنامج لميس، برنامجها لميس الحديدي هيبقى هنا العاصمة بفضل الله. وأفتكر اللي في النص ده الأستاذ عمرو أديب، مش كده؟ أيوة، بنت المعز القاهرة اليوم، برنامج بنت المعز القاهرة اليوم بإذن الله بإذن الله. والصورة الثالثة وزير الإعلام، الصورة اللي على اليمين الرابعة ده مين يا جماعة؟ برنامج ايه ده؟ مدحت شلبي. مدحت شلبي مين؟ مدحت شلبي الفقه القروي. الفقه القروي للأستاذ مدحت شلبي. برنامج الكرة مع الحاج شوبير زي ما انتم شايفين. برنامج مين ده اللي بعد كده؟ مصر الجديد، معتز الدمرداش، أرض القاهرة الجديدة، أرض الله الجديدة، أرض الله الجديدة. أيوة، مع أخوكم معتز ابن الدمرداش. مع أخوكم في الله معتز. وبعدين في رولا، العائدون إلى الله، العائدون إلى الله، إلى الله. منى في العاشرة، زي القمر والله منى في الحجاب اهي، العاشرة مساء، بارك الله فيكم. وأخيرا مين دي؟ مين الست اللي لاقي الحجاب حلو قوي وحياة ربنا؟ والله الحجاب حلو فعلا، لايق عليا جدا. أنا رأيي تخدمي مبادرة يا دكتورة. أيوة. وبما إن البرنامج بقى اسمه الأشهر الحرم الأشهر الحرم تقديم مالا سرحان. الحقيقة الشعب المصري لا يعلى عليه في السخرية من كل شيء في الحياة، والسخرية اللطيفة يعني ما فيهاش أي نوع من الله أعلم. يعني الله أعلم دي الله أعلم بالنسبة ليكوا إيه وبالنسبة لناس تانية إيه، ممكن ناس تشوف إنه دي خبر عادي يعني. ما هو أحمد أنيس وزيرا للإعلام، هات الخبر يا هاني. أحمد أنيس وزيرا للإعلام، دي ترشيحات أستاذ أحمد أنيس كان ده خلاص هيعلنوها. استقبل الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ اليوم أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق والرئيس الحالي للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات المرشح لتولي حقيبة وزارة الإعلام. لا لسه لم يعلن مرشح. دلونه يعني دي ترشيحات. كمال استقبل قبل كده طبعا الاستاذ احمد انيس كان رئيس الشؤون المعنويه في الجيش، اللواء احمد انيس كان رئيس الشؤون المعنويه في الجيش، وكان رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون السابق قبل ان يتولى منصب الرئيس الحالي للشركه المصريه للاقمار الصناعيه. الخبر ليس مؤكد بعد. عمرو ما تقولوليش في ودني خبر غير مؤكد، لو سمحت ما تقولوش كلام غير مؤكد. الخبر هنا من بوابة الأهرام بيقول إنه الدكتور الجنزوري التقى سعادة اللواء أحمد أنيس. ما تقولوليش أخبار غير أكيدة تاني. ما هو برضه هم الشباب عشان العنوان أحمد أنيس وزير الإعلام، ما الأهرام هو عيني اللي مطلع كده يعني. أيوه. تبطلت تجيبوا اليوم السابع ولا إيه؟ لا، اليوم السابع برضه جايبين لنا هنا الخبر ده. بيقول لك اتفاق بين عدد من الرموز والمعتصمين على إخلاء التحرير خلال 12 ساعة. ايه الخبر ده يا شباب؟ ده 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 المطروح من امبارح. ايوه، ده المطروح من امبارح. شفتي المصادر قاعده في الاستوديو. ايوه يعني اتفضل. ده مطروح من امبارح بالليل ان بس عليه كلام بس. لا بس منطوص برضه ان النهارده الصبح هيكون اول فتح. هو في محاولات بس. لا مش اخلاوي يعني، هو عدد هيكلة الاعصار لتأمين الميدان من قبل الثوار وطرد البلطجية الذين اصبحوا يتحكمون في مداخل ومخارج